اجمل سماء شفتو في حياتي. تحياتي. احنا اليوم 4/9/2022. شوف السماء كي داير الجماليه ديالو. باش بالطياير هذاك راه الدخان ديال الطياير. شوف معكوس والله العظيم الا شوف الدخان ديال الطياير. وهذه المناسبه نهضر على هذا الموضوع. شوف غيام الغيام هذاك راه ماشي الغيام اللي كتشوف فيه، كله الدخان ديال الطياير. سبحان الله اول مره كنشوف الطياره كدوز وكتخلي الدخان ديالها بلاصتها ما كيتحركش. المفروض الدخان كيتلاشى بعد ما كدوز الطياره. سبحان الله. وهذاك الدخان هذاك دائما كنشوفه في السماء ديال الطياير كيدوزوا علينا بحكم السماء راه صافيه بزاف اليوم. وكنستغرب مع دوك اللي كيقول لك السيارات كيديروا التلوث. يلاه بالله عليكم ايها العاقلون، بالله عليك ايها العاقل، كل انسان عاقل، شكون اللي اكثر تلوثا؟ واش الطوموبيل اللي تكاد لا ترى، ولا ديك الطياره اللي دايره خيط من قاره لقاره موراها؟ وكاين الالوفات ديال الطيار ديال الطيار في السماء باستمرار شبه يومي، وكل طياره كتخلي خيط موراها من قاره لقاره ديال الدخان، وهي في السماء اقرب الى ما يسمى بثقب الاوزون ولا ذاك التفيج ديالهم. وانا اقسم بعز جلال الرحمن الى دائما كنت لا أؤمن بهذه الخرافات، ولا أؤمن ولن أؤمن بها، لأن الله سبحانه وتعالى أولا بيخلق الكون هي دار له واحد البروغرام على أساس غادي تكون الطوموبيل، وغادي تكون الطيارة، وغادي تكون هذه الشركات، وغادي يكون الله كان أعلم في علمه الأزلي، كان أعلم بأن هذه الأمور غادي تكون. إذا النهار اللي خلق الكون بحال هما كيصنعوا السيارة كيديروا لها كيف يديروا لها واحد التهيئة خاصة باش تبرد الا كانت سخونيه، وباش تسخن الا كانت البروديه، وباش لان عارفين لوطو كتسخن دايرين لها في منين كتبرد. نفس المشكل التلفزيون، نفس المشكل البلاي، كتلعب الناس اللي كيلعبوا البلاي راه ما عارفين ملي كتسخن لك البلاي كان واحد ما يسمى بالفورديناتور ولا الفورديناتور ولا ديك الاخر كتكون لتحت، كتكون لتحت تحت التليفون باش نهضر على خاطري لان ممنوع نصور دابا صافي صورتكم دابا عليا غير الموضوع نهضر فيه. ملي ستورن ديال الزكوتور في ودني الكابلي ملي كيصنعوا هما البلاي، انا عندي البلاي، وملي كتسخن كتكون الحراره وكتسخن كتبقى تدور هذيك الفرفاره اللو كدور باش تبرد البلاي. وهذه المساله كاينه بزاف ديال الالات، قلت لكم البلايم حيت هي المثال القريب والحي بالنسبه ليا. فهذا غير الانسان مادام ملي كيصنع حاجه كيصنع لها كيركبها على حساب المناخ والجو اللي عايشه فيه. فالله سبحانه وتعالى ملي خلق الكون دار له البروغرام ديال انه يتحمل هذا التلوث ويتحمل كذا. فالكون والسماء اعمق واكبر واعظم من ان يلوثها إنسان في حجم بعوضة، قد لا يساوي بعوضة في ملك الله. فالسماء أعظم بكثير، السماء يعني غير منتهية أصلا. فالسماء فضاء أو فراغ غير منتهي، وتجي أنت تلوثو بالطوموبيل ديالك اللي هي تكاد لا ترى. إلا طلعت غير في الطيارة غير في السماء ما كتبقاش بالك الطوموبيل من صغرها. وبالإضافة أن إذا كانت الطوموبيل كتلوث البيئة فمن باب أولى أنها تلوث الطيارة اللي هي في السماء. دابا حنا ممنوع ندخلوا البروكسل، خصك أوروكات، وحتى أوروكات وقيل آخر سنة ديالها هو هذا أورو 3 ما تدخلش البروكسل. طوموبيل جديدة واعرة نقية دير فيها الكورتيج ديال العرس، وأنا قلت لا ما تجيش بها البروكسل. علاش يقول لك أورو 3؟ علاش السي فلان؟ قال لك حيت كدير تلوث، كتلوث البيئة. خصك اورو 5 دابا باش تدخل لبروكسال، خصك اورو 5 بروكسال وانفيرس المدن الكبار. فهاد الامور تافهه، عندهم سياسه، عندهم امور موراها، الله اعلم شنو باغي مور هذا الشيء كامل. والا انا لا اؤمن ان الانسان يستطيع ان يلوث هذه البيئه، لا يستطيع ولن يستطيع. فالانسان احقر واصغر من بعوضه في ملك الله، والملك وملك الله لا نهايه له، بحر لا نهاية له. كنتمنى تكون الرسالة وصلت. لا تؤمنون بالذين يقولون بأن التلوث ديال الطوموبيلات وديال الشركات راه غادي يديروا ثقب الأوزون ولا ذاك التفيج ديالهم. ما نعرفش، أنا ما قاريش على هذا الشيء، ما نعرفش الأسماء، ولكن كنلمح وصافي، وأنتم راكم عارفين واش
هاد الامور. وتحياتي شوف 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 السماكي ديال بالطيار. شوف ساره راني في السماء راني في الطوموبيل ما عرفتش كيف بان لك الشيء. ما كرهتش لو كان ننزل غادي ندير بوز ندير بوز وننزل ونصور لكم داك الشيء لان راني نسوق دابا نوصل واحد الشخص للعمل ديالو. ها هو ما يسمى بالاحتباس الحراري في تقلب على السميه. ها شوف عرفتوا اش كيبانوا لا كل شيء هادو ديال الطياره راها وحده راه انا اصل الله ما رايبان لي والو في ليكرو مع الاسف الشديد. هاي درت شويه الزوم هكا راه تبان لي شويه ما رايبان لي والو مع الاسف الشديد. هاي وحده اخرى عاده شوف لهيه شوف شكون اللي يمكن له يدير التلوث ويدير الاحتباس الحراري واش اللوطو ودوك جوج قراعي اللي كيرميو في البحر ولا هاد الطياير هادو اللي ملوثين السماء. شوف السماء كي دايره كون كان يسكن فيها الانسان. شوف تصور الانسان كيسكن في السماء هذاك الدخان هذا قد يعيش فيه الانسان غادي تخنق. ما كاينش شي حاجه سميتها فالله سبحانه وتعالى ملي خلق الكون بروغراماه كما قلت لكم قبيله. الانسان الانسان اللي هو الانسان اللي يقيسه غير البصر يولي بحال المراه الحامل مع احتراماتي وتقديري وتعظيمي للمراه الحامل. ومع ذلك هذا الانسان اللي كيصنع شي حاجه كيفكر لها قبل ما يصنعها يدير لها باش اللي يبرد واللي يسخن. والله سبحانه وتعالى ملي خلق الكون هربت عليه هذه المساله نساب الله غادي يكونوا الطيار في السماء ويكونوا الطوموبيلات وما دارلوش البروغرام ما بروغراماش كما يجب. تعالى الله عن كل وصف علوا كبيرا. فالله سبحانه وتعالى ملي خلق الكون بروغراماه دار له البروغرام ديالو باش غادي تكون الطياره وغادي تكون هذه الامور اللي كتوقع دابا هي من علامات الساعه باختصار. ما كان لا احتباس الحراري ولا ثقب الاوزون ولا هم يحزنون. العلامه ديال الساعه لان الكون عنده نهايه والنهايه ديالو ضروري غادي يكون عندها مراحل. لو كان دابا غادي يصيفط الله المسيح الدجال لو كان غادي يصيفط لنا دابا الله المسيح الدجال يجيو يخرجوا ذوك المفلسفين يقول لك لا هذا الشيء هذا المسيح الدجال هذا خرج من ذاك الوسخ اللي كنرميوه في البحر هو اللي كون هذا الجراثيم. يعني هذو راه غير جراثيم كنرميو الاوساخ وكنرميو في البحار وكنرميو الوسخ في كل بلاصه. كاين دول عربيه واللي كتلقى الوسخ في الشوارع يقول لك ها السبب هذا الاوساخ هي اللي دارتها الجراثيم وخرجوا هذا راه المسيح الدجال الله هضر عليه. لا هذه راه هاكيك راه نفسها هاد الامور اللي كتوقع دابا وهاد الشمس اللي كاينه بزاف والشتاء ما بقاش كتصاب والكوارث وهذه ما كان لا احتباس حراري ولا تلوث ولا هم يحزنون. هذا علامه من علامات الله وهذا الشيء وقع في عهد فرعون. الله سبحانه وتعالى كيحذرنا بانني موجود كان الله يقول بلسان الحال انا موجود انا الهكم فاتقوا يا اولي الالباب وهكذا. وتحياتي والسلام والرحمه والبركه. شوف هاي واحد الشميشه راها فيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.